ليك يا بابا، اليوم رح علمك كيف مناكل بسكوتة اريو. انت بتعرف كيف بيك؟ بتعرف كيف منفك؟ خطة. يا برافو، بتعرف. معك حق، هيدي الشغلة قصة البسكوتة كيف ناكلها، هيدي لو كنا بسويسرا كنا تعلمنا كيف ناكلها. بينما بما انه نحن هون بلبنان وانت مواطن لبناني يا بابا، لازم علمك شيء تاني تتقدر تمشي بهالبلد وبهالحالة. مثلا اليوم رح علمك كيف منسرق السيارة. نحن هلأ مثل ما شفت طلعنا على هالسيارة من بعد ما فوتنا لهيدا الشريط من الإزاز وشنقلناه بالسقوطة، منشد فيها السقوطة شوي هيك دغري بتفتح، منفوت منصير قاعدين بالسيارة. بيبقى علينا نعرف كيف مندورها للسيارة تنمشي فيها، مظبوط؟ كيف منعمل شغلة كتير كتير هين يا بابا. ركز معي، شايف هذا الغطا هون؟ أول شي منعمله إنه منفكه، وهول الشريط منشيله، وهول الشريطين على بعضهم في واحد أبيض وواحد أصفر، منزلطه، منرجع منحرقتهم على بعضهم هيك بشرقته. أول ما شرقته نسمع إنه دارت السيارة، نعطيها نقرة بنزين ونصير فيها نمشي فيها عادي. اوكي يا بابا، صرت تعرف كيف نسرق السيارة. اوكي بابا، بس بسكوتي شو بنعمل فيها؟ بسكوتي بنعمل فيها اذا اجى لنا حدا نحن عم نسرق السيارة منفرفك له اياها بعينه هيك 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 ونهرب. مع بسكوتة اريو منقول اريو بهالحالة هو الحال.